أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حواراتي. في حلقة اليوم ألتقي مخرجة فلسطينية شابة، هي حقيقة شابة بكل المعاني، بروحها، بإنجازها، بسني عمرها الذي لن نكشف عنه لأنه ليس بالضرورة أن نكشف عن السنين. ديما حمدان التي أنجزت أكثر من عمل وتناولت موضوعات تخص الفلسطيني خارج أرضه وآصرة الآخرين معه، وكون الفلسطيني دائما تحت المجهر وكأنه مدان حتى يثبت براءته. ديما حمدان فازت بجائزة عن مشروعها الجديد. أنطلق بالضبط من هذا الموضوع مع ديما. شكرا جزيلا ديما على تواجدك معي في هذا الحوار. عن ماذا يتحدث مشروعك القادم الذي، وما هي الجائزة التي فزت بها؟ أوكي، شكرا جزيلا عرفان على الفرصة. أولا المشروع هذا مشروع فيلم قصير، رح يكون أول فيلم أنا بصوره بفلسطين، والجائزة كانت مقدمة من مهرجان أيام فلسطين السينمائية اللي قدر إنه يستمر هاي السنة بالرغم من كل الإغلاقات وكل الظروف اللي في المنطقة وبسبب الكورونا. المنحة هي منحة طائر الشمس الفلسطيني، قيمتها 10,000 دولار أمريكي للمساهمة في إنتاج وتصوير الفيلم. بقدر أقول إنه أحداثه بتصير في ليلة واحدة، وهي عبارة عن مثلث شاب فلسطيني مراهق عمره 15-16 سنة، والأب والأم، ويعني بيوقعوا بمأزق اللي هو بفرجي وين في عنا مشاكل ما بين الأولويات الفردية أو الأولويات الشخصية اللي بتتعلق فينا إحنا كأشخاص قبل ما نكون فلسطينيين، بتتعلق بالسمعة، بتتعلق باسم العائلة، مكانة العائلة، والأهداف الأولويات الوطنية اللي بتتعلق بأنه إحنا فلسطينيين في عنا قضية، في عنا احتلال مش مفروض أنه نتعاون معه تحت أي ظرف كان، إلا إذا كانت في هناك ظروف قاهرة ما بنتخيل في يوم من الأيام أنه ممكن تواجهنا. يعني ما رح أفوت كتير بتفاصيل إيش هو المأزق اللي بيوقعوا فيه وكذا، بس إنه هو هذا السؤال، إنه لما إحنا بنقول مستعدين إنه نضحي، إلى أي درجة إحنا مستعدين نضحي في سبيل الوطن، في سبيل القضية؟ هل ممكن نأخذ بعض لما بتصير، يعني بيصير هذا السؤال صعب جدا؟ لما بيكون السؤال نظري الجواب دائما سهل، بس لما بصير إنه فعلاً السؤال فيه له تبعات عملية بتتعلق فينا إحنا مباشرة، الأنا أو الأنانية بتطغى على كتير أمور، وهذا أظن جزء من المأساة اللي بنواجهها كل يوم. فطبعاً هلأ يعني إنه أنا بالنسبة إلي يعني فلسطينية من فلسطينيين المهجر، خلينا نقول، لأنه أنا انولدت خارج فلسطين، هاي راح تكون أول مرة بقدر أصور أول عمل لإلي فلسطين. فأنا بالنسبة إلي أهم بكتير من الجائزة هي فكرة إنه يعني هاي الفرصة أتاحت إلي، إنه صار في إشي ممكن بالنسبة إلي. وإن شاء الله الفكرة إنه يعني حسب إيش بيجي تمويل تاني، وطبعاً طبيعة الحال ظروف الوباء، يعني بتأمل إنه أقدر أصور الفيلم في الضفة يعني نصف الثاني من السنة إن شاء الله. ديما، أنت قلتي أنك من فلسطيني المهجر والتي خارج فلسطين، لكن كأي إنسان يجبر على ترك أرضه، الوطن أو تلك الأرض لن تغادره عمليا. أنا أعتقد أنك تشبهينني، أنا لم أغادر العراق وأنت لم تغادر فلسطين، كما يحدث للكل، لسنا حالة خاصة، وإنما هذا هو الواقع. الإجبار هو الذي يزيد ارتباط البشر بأرضهم وبجذورهم، لكن كما قلت أن الجائزة الأهم بالنسبة لك هو أنك ستصورين هذا الفيلم داخل فلسطين. أفلامك السابقة كلها دارت خارج فلسطين، وصورت أيضا حتى بلغات مختلفة عن اللغة العربية، رغم أن أبطالها الأساسيين فلسطينيين. فإذا هي بالنسبة لك موسم العودة إلى الوطن؟ بطبيعة الحال يعني تقدر تقول هيك.
يعني انه هو الفرق، مثل انت ذكرت نقطة كثير مهمة، انه الافلام القصيرة بطبيعة الحال في شيء، يعني كل افلامنا اللي بنبدأ فيها بتكون نابعة من تجارب شخصية او امور، يعني سواء احنا مرقنا فيها او اهلنا مرقوا فيها. ف دائما كان في يعني افلامي السابقه اللي هي اشخاصها فلسطينيين او يعني عرب، في احد الافلام انه بتفهم من غير ما نفوت بتفاصيل انه هم سوريين مش فلسطينيين. دائما فكره الـ يعني العزله او فكره الغربه، وتحديدا مثل ما ذكرت الغربة اللي بتكون مفروضة على الشخص في بعض الأحيان، يعني هذا هو الإشي. بعدين عقدة الذنب اللي هي تجاه الأهل، وهاي شغلة يعني واحدة من الأشياء اللي يعني كل فلسطيني تجربته بتختلف عن الثاني، حسب يعني إنه فلسطيني 48 غير عن فلسطيني الضفة غزة. فلسطينيين المهجر بالذات اللي أهلهم تركوا بخلال ال 48 أو 67، في صدمة أو في تروما في العائلة. فيعني حتى لو إحنا مش إحنا اللي يعني حطونا في البساط غصب عنا وطلعونا على الجسر مثلاً، بس إحنا أهلنا اللي مرقوا بهاي التجربة. وهذا الإشي يعني إحنا بن يعني بيكون زي undercurrent موجود، يعني هاي التروما بتأثر على كل إشي بحياتنا، بتأثر على الطريقة اللي تربينا فيها، بتأثر على كيف مفهومنا للأشياء البسيطة اللي ممكن يعني إنه تعطينا إحساس بالسعادة أو إحساس بالراحة. بنفس الوقت إنه في أشياء جدا يعني الأشياء الإيجابية أحيانا بتكون مؤقتة، إنه دائما هاي التروما بترجع بتطلع مثل الشبح، بتطلع مثل البعبع، بتضغط على كل إشي تاني. وهذا الإشي بيصير إنه كارنت بيمشي معك طول حياتك، مش إنه تروما ممكن تخلص منها، إنه لأ أهلك حملوا إرث وعم بيحملوك إياه. فعشان هيك دماء كالماء المشروع اللي بتأمل إني أصوره مختلف تماما، وبتعامل مع تجربة اللي هي يعني على الظاهر تبعها مش تجربتي الشخصية أنا ولا تجربة أهلي، يعني هي تجربة ناس عايشين في الاحتلال. أنا ما بعرف إيش معنات إنه حدا يعيش بالاحتلال، يعني أنا بروح على فلسطين مرة كل سنة أو مرة كل سنتين، وبقعد فترة وبشتغل هناك وبكون مقيمة إلى حد ما، بس مش مثل يعني ما مرقت بالانتفاضة، ما مرقت بفكرة إنه مثلاً يموت حدا من أهلي بمظاهرة، أو يصير في بيتنا معتقل، أو يصير في بيتنا عميل مثلاً. يعني كل هاي الأشياء مش تجربتي الشخصية، ولكن الثيمز يعني فكرة إنه البعد الجماعي، الماكرو بوليتكس والمايكرو بوليتكس اللي إحنا بنمرق فيها، هاي موجودة بثقافتنا إحنا كفلسطينيين وين ما وجدنا. فالكونفليكت اللي جوا القصة يعني نابع من مكان أنا بعرفه وبقدر أفهمه كمان. هذا الفيلم أيضا حسب ما ذكرتي لي قبل قليل ديما، هذا الفيلم أيضا بطله الأساسي شاب. أفلامك الأخرى غالبية طبعا موجودة، العنصر النسائي موجود، الأمهات الأخوات الحبيبات موجودات كلهن، لكن لولا بالقصة أو الحكاية هم شباب. ما الذي يدفعك أن تتحدثي أو تختاري الحديثة؟ بالتأكيد هي القصة هي اللي تفرض نفسها، الحكاية هي اللي تفرض نفسها، وبالتأكيد الحياة الشاب أكثر حرية بالحركة من حياة الشابة أو المرأة، بس أنت اختاريتي ربما أن تروي حكايات شباب رجال، لماذا؟ سؤالك كتير مهم، لأن أنا بصراحة ولا مرة يعني خلينا نقول عن شعرت إنه الاختيار كان عن وعي. يعني في إشي تلقائي بيصير لما أنا بكتب المشاريع. طبعاً في عندي في الحقيقة مشاريع تانية شخصياتها الرئيسية نساء، إلى الآن هاي المشاريع ما ترجمت، يعني ما قدرت إني أنتجها، بس هي هاي الفكرة إنه يعني أنا يمكن لحد ما كتبت دماء كالماء ومشاريع روائية تانية انتبهت على إنه فعلاً مثل ما بتقول، أنا دائماً السنترال كاركتر عندي بيكون ذكر شاب، والإناث ما بيكونوا إنه وراء أو عنصر مساعد، بس يعني هم بالحياة المفروض إنه بياخدوا زي بيوقفوا وراء، بس
بس مع هيك نوعا انه وجودهم بيطغى على القصه، لانه هم بيكونوا القصه. يعني احنا مثلا بفيلم غزه لندن، حكايه الشاب الطالب الجامعي اللي بيكون عم بيحاول انه يتابع اخبار امه وهي بغزه وغزه عم تنقصف. يعني صلب المشكله مش شادي، صلب المشكله الام، انه الام اللي علقانه بغزه، الام اللي بتحس انه هو عنده شعور، يعني شعور ذنب او مسؤوليه تجاهها. نفس الشيء بفيلم القنبله كمان، انه الاساس هي الام، اللي هي الشخص اللي احنا بنشوفه بالاول عنيد مصمم انه يعيش حياته مثل ما كان في بلده، بغض النظر انه هلا بمدينه غربيه وانه في لهم عادات وتقاليد وهي مش مستعده انه تستحمل هذا الشيء. فهي بتكون، مع انه احنا بنشوف انه بنكون عم نلحق وسيم، بس القصه بتحركها دائما، يعني النساء هم اللي بيحركوا القصص بطريقه او باخرى. ونفس الشيء بمشروع دماء كالماء، يعني في عندك ثلاثه، عندك الاب والام والابن، والام يعني هي اللي بتبرز، مع انه احنا يعني بنشوف انه الكونفليكت اكثر عند الاب والابن، بس الام في عندها طريقه انه لما بيصير في مصيبه بتعرف انه بتعرف كيف تتصرف، بغض النظر التصرف اخلاقي او لا اخلاقي، صح ولا مش صح. طبعا هذا الاشي يمكن نرجع نزوره بعدين ولما نعمل الفيلم نتناقش بخيار الام بهاي القصه، بس هي اللي انه لما بتنوي بتنوي. هلا ليش انا يمكن بركز اكثر على كتابه شخصيات يعني ذكور، يعني اغلبهم السنترال كاركترز، ما بعرف يمكن هذا بده سايكو اناليسس. ليش انا بعمل هيك؟ بتامل انه يكون السبب ايجابي، انه مثلا انا يعني ما بعرف، بحس انه النساء، انه احنا النساء بنعرف بعض، بنفهم بعض، بنحس ببعض، بس دائما في عندي هيك شعور، نوع من الفضول تجاه انه مثلا انه هل ممكن انه انا اخلق كاركتر رجل، انه الرجال التانيين لما يجوا يحضروا الفيلم يقولوا لي فهمنا انه انت عم تفهمينا، انه مثلا افرجيه بضعفه، افرجيه بقوته، اشوف افرجيه بهفواته، اشوف افرجيه بغلطاته مثلا. يمكن هو نوع من الفيمينيزم بس بطريقه تانية، انه انا ام كرافتنج ميل كاركترز، ما بعرف. يمكن سؤالي ما كان اللي حتى أضعك أمام أزمة سايكو أناليسيس، لأنه بعدين ما يعني لا يمكن سؤال أحد لماذا كتبت هذا أو لماذا كتبت بهذا الشكل، لكن اللي قناعتي أنه الشخصية النسائية ضعيفة الحضور في السينما العربية بشكل عام، والشخصيات النسائية الأساسية كبطلات أفلام قليلة جدا. لهذا أنا أدعو دائما أنه، وأعتقد أنه المرأة الكاتبة، المرأة السينمائية، هي أقدر على رسم صورة شخصية نسائية في السينما. أبطالنا دائما رجال، في حين نحن نحتاج إلى شخصيات نسائية، لأن النساء هن اللاتي يدرن المشكلة.